وكشف الغمة وجاءنا بلال حق البلال حتى أتاه اليقين. أرجو من السادة المتحركين السادة المصورين أن يجلسوا احتراما لمعالي صالح الجمعة بعد ذلك يتم التصوير. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. جعل ما ينزل في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو رحيم.